لن تصدق ماذا حدث بين هذه الزوجة وبين مدرس ابنها في منزلها، وفي النهاية كانت الكارثة. ابقوا معنا لنهاية الفيديو، ولكن قبل أن نبدأ نريد أن نصل بهذا الفيديو لمئة ألف لايك، واشترك في القناة ليصلك كل فيديو من قناة هل تصدق. أما الآن هيا بنا لننطلق. كان هناك زوج يعيش مع زوجته الذي كان يحبها كثيرا، وكان يعمل ليلا ونهارا حتى يأتي لها بكل ما تحتاج إليه من متطلبات في هذه الحياة الصعبة. وبالفعل كان لا يبخل عليها بأي شيء على الإطلاق، وظلت الأمور هكذا حتى رزقهم الله تعالى بطفل جميل فرحوا به جدا، وظلوا يعملوا جاهدين على تربيته وتعليمه حتى يصل إلى أعلى درجات الدنيا. وبسبب ذلك قام الزوج بإدخال ابنه إحدى المدارس الخاصة التي تعمل على تعليم اللغات، وذلك حتى يصبح ابنه مثل ما كان يتمنى والديه. وبعد دخوله هذه المدرسة كان لابد من إعطائه بعض الدروس الخصوصية داخل المنزل، فذهب والده إلى المدرسة واتفق مع مدرس هناك الذي يقوم بالتدريس له داخل المدرسة بأن يأتي إليه المنزل حتى يقوم بإعطائه دروس خصوصية بمفرده. وبالفعل وافق المدرس على ذلك وقام بضبط مواعيده الذي يأتي فيها حتى يعطي هذه الدروس، ولكن كانت مواعيده غير مناسبة مع مواعيد عمل الزوج الذي قرر بأن يأتي إلى المنزل في عدم وجوده. وكان كله يقين بأن زوجته سوف تكون مكانه في المنزل كما كأنه موجود تماما. وبالفعل بدأ المدرس في دروسه لابنهم، حتى جاء يوم وبدأ المدرس ينظر إلى الزوجة بعض النظرات الغريبة التي تحمل كل معاني الحرام في هذه الدنيا. ولكن الأغرب من ذلك وهو أن الزوجة أيضا بدأت تستمتع بهذه النظرات، وكانت عندما ينتهي من درس ابنها ويذهب من المنزل كانت تظل تفكر في هذه النظرات حتى يعود المرة القادمة. وظلت الأمور هكذا حتى إنها بدأت تحاول أن تمنع نفسها عن ذلك، ولكنها لم تقدر على ذلك، وظلوا يتبادلون النظرات سويا في كل مرة وأثناء وجود ابنها الذي لم يفهم مثل هذه الأشياء. حتى جاء يوم ورجع الزوج من عمله في موعد مبكر عن موعده الأساسي، وقام بالاختباء داخل المنزل دون أن تعلم زوجته بوجوده، حتى جاء موعد درس ابنه وجاء المدرس كعادة كل يوم. وبعدها شاهد الزوج أفظع شيء لم يشاهده أو يصدقه عقله على الإطلاق، حيث شاهد زوجته تفعل الحرام مع هذا المدرس، فدخل عليهما وقام بتصويرهما. فكانت الفاجعة على وجه الزوجة عندما شاهدت زوجها، فقالت له: كيف عرفت ما يحدث بيننا؟ فقال لها الزوج إنه كان لا يعلم ماذا يحدث بينكما، ولكن الله تعالى أراد أن أكشف ما تفعله من حرام عندما أمسكت هاتفك في إحدى الأيام وبدون قصد وقع مني على الأرض، فوقع منه أمامي شريحة اتصال جديدة فقمت بتركيبها، وبحثت عن رقم الهاتف المتواجد بها حتى علمت بأنه رقم هاتف المدرس الذي يقوم بإعطاء الدروس لابننا، فقررت بأن لا أقول شيء حتى أعلم ماذا يحدث بينكما في عدم وجودي. وبعدها قررت بأن أعود من العمل في وقت الدرس دون أن تعلمي شيء حتى أكتشف الصدمة التي لم أتوقعها في حياتي، ولكن الله تعالى كشف لي كل شيء حتى ينصفني، لأنه يقف بجانب المظلومين. أما الظالمين فيتركهم إلى الهلاك يوم الدين. فظلت الزوجة تتوسل إليه بأن يسامحها ويغفر لها، ولكنه قال لها: أنا لا أملك أن أسامحك لأنك لم تخطئي في حقي أنا فقط، ولكن هناك آخرين قد أخطأت في حقهم مثل ابنك الذي لم تحافظين عليه، وأيضا في حق نفسك وفي حق المجتمع كله، وأكبر خطأ هو في حق الله سبحانه وتعالى. ثم قام بطلاقها دون أن يعطيها أي حق من حقوقها، وأيضا لم يعطيها ابنها، ولم تقدر أن تتكلم لأنه معهما يثبت أنها فعلت الحرام مع غير زوجها، وبسبب ذلك لم يكن لها الحق في أي شيء ولا حتى في أبنائها، فلذلك لم تقدر أن تتكلم، وكان ذلك هو أكبر عقاب لها في هذه الدنيا. لن تصدق، زوج يفعل ما حرمه الله مع الخادمة، وفي النهاية حدث ما لا يتوقعه أحد. ابقوا معنا لنهاية الفيديو، ولكن قبل أن نبدأ نريد أن نصل بهذا الفيديو لمئة ألف لايك، واشترك في القناة ليصلك كل فيديو من قناة هل تصدق. أما الآن هيا بنا لننطلق.
كان هناك زوج يعيش مع زوجته في منزل يملأه الحب والفرح والسعادة، فكان كل منهما يحب الآخر أكثر من نفسه، وظلت الأمور هكذا والحب يتزايد كل يوم، حتى جاء يوم وتعبت الزوجة من أعمال المنزل، فشعر زوجها بأنها تحتاج إلى أحد يساعدها، وبالفعل ظل يبحث عن خادمة حتى وجدها، فكانت هذه الخادمة صغيرة في العمر ولكنها كانت تحتاج إلى العمل نظرا للظروف المادية التي كانت تمر بها. وبالفعل أخذ الزوج هذه الخادمة وذهب إلى زوجته حتى يفرح قلبها بهذه الخادمة التي جاءت حتى تساعدها في المنزل، وبالفعل شكرت الزوجة زوجها على اهتمامه بها وشعوره بتعبها بدون أن تشكي له من ذلك التعب، وبدأت الخادمة في عملها. ولكن بعد فترة قصيرة بدأت الخادمة تهتم بنفسها وبملابسها أكثر من الزوجة نفسها، وذلك لأنها كانت صغيرة وليست كبيرة في العمر. ولكن حدث شيء غريب جدا، وبدأ الزوج يلاحظ ما تفعله الخادمة من تغيير في شكلها وملابسها، حتى إنه بدأ يركز معها ويهمل زوجته، وليس ذلك فقط بل إنه بدأ يقترب من الخادمة حتى يفعل الحرام معها. وبالفعل جاء يوم ودخل الزوج عند الخادمة وبدأ يلتصق بها، وكان يظن أن زوجته غير موجودة بالمنزل، ولكن فجأة دخلت الزوجة حتى تشاهد الصدمة الكبرى بين زوجها والخادمة، فبدأت تصرخ في وجه زوجها كيف أن يفعل ذلك، ثم قامت بطرد الخادمة من المنزل. ولكن الغريب بأن الزوج تمسك بالخادمة ورفض خروجها من المنزل، وقال لزوجته بأنه يحب هذه الخادمة وسوف يقوم بالزواج منها. وليس ذلك فقط بل إنه بدأ يجرح مشاعرها، وقال لها بأنك لا تهتمين بنفسك وليس إجبار علي بأن أبقى في حياتك العمر كله. فلم تقدر الزوجة على التحدث وكادت أن تنهار، ولكنها تماسكت بكل قوتها وخرجت من المنزل. وبعد ذلك بدأ الزوج يعبر للخادمة عن حبه لها وأنه سوف يجعلها ملكه وسوف يعوضها عن جميع السنين الماضية. وبالفعل ظلت الخادمة معه في المنزل حتى حدثت الفاجعة الكبرى، وهي أثناء رجوع الزوج من عمله شاهد الخادمة التي كان يحبها وكان سوف يتزوجها بعدما قام بطرد زوجته من أجلها تفعل الحرام مع السباك داخل منزله. وبعد ذلك اعترفت للزوج بحبها لذلك السباك وأنها كانت تعمل حتى تساعده في مصاريف الزفاف، ثم أخذها السباك وخرج من منزل الزوج، فكانت الصدمة على الزوج الذي ظل عدة شهور وهو تائه في هذه الدنيا، حتى قرر بأن يذهب إلى زوجته ويعتذر لها عما بدر منه، ثم يجعلها تعود له ولمنزلها. وبالفعل ذهب لها زوجها، وعندما قابلها كان في قمة الإهمال في نفسه.